النهارده شهدنا توقيع بروتوكول البنيه التحتيه للمنظومه الجديده للمخلفات الصلبه البلديه. زي ما تفضل معالي الساده الوزراء وزيرة التخطيط وزير التنميه المحليه وزير الانتاج الحربي، احنا بنتكلم على منظومه جديده بدانا العمل فيها في خلال ال 14 شهر اللي فاتوا بدعم من القياده السياسيه ومتابعه وتوجيه واجتماعات مستمره مع دوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. يمكن هتكلم في ثلاث نقاط هامه: ايه هي المنظومه الجديده، ايه هي التحديات، وايه اللي احنا عايزين ان احنا نوصل عشان نشوف البروتوكول ده بيقع فين في هذه المنظومه. تحديات كثيره جدا لمشكله المخلفات الصلبه البلديه. هناك تحديات مؤسسيه في تحديد الادوار والمسؤوليات، هناك تحديات فنيه في كيفيه التخلص الامن من هذه المخلفات واعاده التدوير والمنتج اللي طالع منها، هناك تحديات ماليه في توفير التمويل اللازم، وهناك تحدي هام جدا وهو البنية التحتية. عشان نتخلص من مشكلة القمامة أو المخلفات لازم يكون عندي البيت أو يكون عندي الأرض اللي أنا هشتغل عليها. هنلم القمامة وهنلم المخلفات هنوديها فيه. عدد البنية التحتية اللي موجودة على مستوى الجمهورية مع عدد المتولد السنوي لا يكفي أن يكون متوازن ومتكافئ، فهناك احتياج لوجود بنية تحتية، يعني بيت اقدر ان انا اشغله وابتدي ان انا استثمر فيه. ده اللي احنا بنعمله النهارده. المنظومه الجديده للمخلفات بتتكلم على حاجه اسمها منطقه خدمه. ايه هي منطقه الخدمه؟ ودي اللي شغال بيها دول العالم كله. بنتكلم على جمع ونقل من اول الجمع السكني في البيت للمحطات الوسيطه. المحطات الوسيطه دي محطات المناوله اللي بيبتدي متعهدي القمامه يجمعوا فيها القمامه، وبعدين بتروح على خطوط الانتاج اللي هي مصانع التدوير عشان تطلع يا اما سماد عضوي يا اما وقود بديل يستخدم، فنعمل اعاده تدوير لهذه القمامه باكثر صوره لغايه ما نوصل للدفن بتاع المرفوضات اللي مش هينفع يتعمل لها اعاده تدوير. ايه الهدف من اللي احنا بنعمله ده في هذه المنظومه الجديده؟ الهدف ان احنا نجمع اكتر، ندور اكتر، ندفن اقل. طيب عشان ندفن اقل يبقى لازم يكون عندي الارض، لازم يكون عندي البيت، وهو ده اللي احنا بنعمله النهارده، البنيه التحتيه. المنظومه الجديده فيها ثلاث برامج على مستوى الجمهوريه هيبتدي ان احنا نشتغل فيهم عشان نقدر نحقق نتيجه. البرنامج الاول هو البنيه التحتيه وازاله التراكمات واغلاق المقالب العشوائيه، وده اللي احنا مضيناه النهارده وهيبقى على مده سنتين نشتغل ونبني البيت او نعمل الفرشه والاساس. البرنامج الثاني هو تشغيل هذه المنظومة، يعني بعد ما احط خط الانتاج او ابتدي اعمل الخلية بتاعت الدفن ابتدي ادور المصانع بتاعت التدوير ودخول القطاع الخاص في المشروعات الكبيرة لتحويل المخلفات الى طاقة او تحويل المخلفات الى سماد او الى وقود بديل. هناك فرصة للشباب ان هو يبقى داخل في هذه المنظومة، وهناك مبادرات بدأت بالفعل في خلال العام الماضي لشباب غير شكل الشارع، لشباب ابتدى يجمع من البيت ويبتدي يدي بدائل لست البيت، لمبادرات بنتكلم حتى على مجموعة من الشباب خدوا المخلفات دي وابتدوا يعملوا إعادة تدوير ليها لخروج بتصنيع حتى على مستوى صغير سواء شنط أو حاجات تانية ممكن إن هي تتباع. فبنتكلم على ثلاث برامج: بنية تحتية، تشغيل، ومشاركة مجتمعية. اللي احنا مضيناه النهارده هو البنية التحتية، لأن من غير وجود الأرض ومن غير وجود البيت مش هنقدر إن احنا نحل المشكلة بتاعة القمامة. فخامة الرئيس مع دولة رئيس الوزراء يعني ومعي طبعا وزيرة التخطيط قالوا هنبتدي، وهنبتدي بسرعة، وهنبتدي على مستوى محافظات الجمهورية. آخر حاجة المحطات أو المدافن أو المصانع، احنا بنتكلم على منطقة خدمة، فما تم التخطيط ليه على مستوى كل محافظة. بنشوف لو هنا في مدفن يبقى هنحط محطة وسيطة وخط إنتاج، محافظة تانية عندها خط إنتاج بس مفتقدة وجود المحطة الوسيطة والمدفن فبنعمله. فالفكرة كلها معتمدة على تقسيم الجمهورية إلى مناطق خدمة تبدأ من الجمع والنقل لغاية عملية الدفن، وخلال الفترة اللي جاية هنقدر إن احنا يعني نملأ الفراغات اللي موجودة في منطقة الخدمة عشان يكون في بنية تحتية كويسة نقدر إن احنا نشتغل بيها، وإن شاء الله ربنا يوفقنا جميعا.